وهي تصريحات روي فيتوريا المتتالية الحقيقة، وهي للمرة الثالثة على التوالي. وزي ما قلت لحضراتكم، هي بعد مباريات مصر وتونس، أو مباراة مصر وتونس الودية، الكل كان حزين بسبب غياب الجماهير أو غياب الدعم الجماهيري في المدرجات. وزي ما قلت لحضراتكم في الفترة اللي فاتت وقبل التوقف الدولي قلت نفسي أشوف الجمهور، نفسي أشوف الجمهور كله ورا منتخبنا في مباراتي زامبيا والجزائر، وحصل الحمد لله، ولكن كانت في الإمارات. احنا داخلين على مرحلة مهمة، مرحلة صعبة في تصفيات كأس العالم، لا بد من الدعم الجماهيري. مفيش حاجة اسمها مباراة سهلة، الناس كلها لازم تقف مع منتخبنا وتروح المباريات وتدعم المنتخب، عشان إن شاء الله إن شاء الله في 2025 مع نهاية التصفيات نكون واقفين على رجلنا وبنهنئ بعض على الوصول إلى كأس العالم، لأنه ده مهم جدا جدا جدا. الحمد لله كل المباريات العشر مباريات سوف تذاع على شاشة أون سبورتس خلال الفترة القادمة، ده بعد ما الشركة المتحدة استطاعت أنها تحصل على حقوق البث المباشر لهذه المباريات. الحقيقة كل الشكر لوزير أشرف سلمان، الحقيقة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والأستاذ عمرو الفقي الحقيقة الرئيس التنفيذي للشركة، لأنه بيقوموا بدور كبير جدا جدا الحقيقة، سواء بوجودهم واستطاعتهم الحصول على هذا البث المباشر لكل الجماهير المصرية وبدون مقابل الحقيقة. وهنا موضوع مهم جدا أن أنت تتفرج على مباريات بلدك على قناة بلدك بدون مقابل. فأنا بشكر الحقيقة كل المسؤولين في الشركة المتحدة على هذا الأمر، واللي كان لهم دور مهم في الوصول لهذا الأمر، وأيضا دكتور أشرف صبحي الحقيقة اللي دائم التواجد في مثل هذه الأمور، ودائما بيكون داعم كبير كدولة طبعا أن احنا نتفرج على هذه المباريات على شاشة أون سبورتس خلال الفترة العشر مباريات إن شاء الله لمنتخبنا الوطني على أون سبورتس خلال الفترة القادمة. دعم من الدولة واضح الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما كان الكابتن وليد بيتكلم في هذا الأمر، إن الدولة عايزة تفرح الشعب بأي طريقة، لازم اللعيبة تاخد بالها من هذا الأمر. الكل يجب أن يقف في ظهر المنتخب علشان نستطيع أن احنا نفرح خلال الفترة القادمة بوجود منتخب مصر في كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله 2026.